ما تشاهد يا ابراهيم، انت ما وراكش غير صورة المرحوم عفاف هاني مسامرها جاية. حاضر حاضر، انما قول لي يا استاذ مقبولي، هي ست عفاف ما تعرفش ان اخوها احمد باشا مات؟ وهتعرف ازاي؟ دي بقالها سنين عايشة في الخارج. ست عفاف جت، ست عفاف وصلت. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة يا ست هانم، نورتي مصر. ازيك يا عم ابراهيم؟ الحمد لله. الاستاذ مقبولي السكرتير الخاص. اهلا يا هاني، اتفضل يا هاني. نزل الشنط يا ابراهيم، خد نفسك. حاضر يا باشا، حاضر. اهلا وسهلا، نورت بيتك يا هاني. امال فين احمد؟ مش منتظرني، حسيت ان في حاجه. حتى حسيت ان عزت مش طبيعي لما كذب عليا في المطار وقال لي ان احمد عيان. طول السكة كان بيكلمني عن نفسه وعن انه بيحبني وعاوز يتجوزني وانه مستنيني طول السنين اللي فاتت. ايه ده بقى؟ وحدي وحدي قاعدة في البيت. يا استاذة قلنا قاعد في البيت نوم. يلا الهول، وكمان لوحدي. اهلا يا عزم، اتفضل خد شاي. لا شاي ايه وبتاع ايه، يلا بينا. على فين؟ روح اي حته. انت كده طول عمرك بتحب الهزار. المره دي بتكلم جد. جاب مصور ست. طب روح انت يا عم ابراهيم. حاضر. اللهم اجعله خير. ايه ده؟ غريبة. وريني وريني. ايه الغريب اللي فيها؟ كشف حساب البنك بتاع المرحوم. الغريب ان البنك بيقول ان رصيد التركة 1,700,000 اتصرفوا في 21/7/94 للورثة. فهمت، عايزين نقول لهم ان الكلام ده مظبوط. وماله، نبعت لهم. ازاي؟ انا ما صرفتش ولا مليم، وبعدين المرحوم ملهوش ورثة غيري. صحيح. وبعدين في التاريخ ده انا ما كنتش موجوده في مصر. يعني ايه؟ امال الجواب ده ليه؟ مش عارف. مدبولي مدبولي. افندم يا هاني. ايه ده؟ ده كشف حساب البنك. وايه اللي فيه ده؟ الحقيقه ما اعرفش، لان المرحوم ما كانش بيخليني اطلع على اسراره الماليه. قلقين نفسكم ليه؟ يلا بينا على البنك ونشوف ايه الحكايه. طب خدوني معاكم.
خليك انت يا مدبولي، دي حاجات مالكش فيها. حاضر يا هاني. من فضلك. ايوه لحظه معايا. وحضرتك بتكلم مين؟ واحد من مدير البنك. فين؟ سيادتك عايز سيادتك مدير البنك. اه طيب، هو تاني اوضه على الشمال. تاني اوضه على الشمال؟ اه اتفضل. شكرا، سلم لي على الكلمه. ماشي، سلام عليكم. يسلم عليك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. أنا عفاف رشدي، أخت المرحوم أحمد رشدي. يا أهلا وسهلا، الله يرحمه، ده كان من أحسن العمل عندنا. تفضل. طيب ايه رايكم نشرب القهوه الاول وبعدين نتكلم في الموضوع؟ يا دعاء قولي الكامل يجيب اتنين قهوه في عضو. احمد رشدي عاملنا المشهور. يا اهلا وسهلا يا فندم، تحت امر حضرتك. الهانم بتقول ان في غلط في الحساب. مش ممكن يا فندم، سعادتك عارف النظام عندنا طبعا. عموما تراجعوا تاني زياده التاكيد. حاضر يا فندم، بعد اذن حضرتك. مظبوط ازاي يا فندم؟ وانا ما صرفتش ولا مليم. صح صح. ايه ده؟ صح الصح كمان، وحتى في التاريخ ده انا ما كنتش موجوده في مصر. تمام تمام تمام. ايه ده؟ تمام التمام يا هانم. جايز باقي الورثه او وكيلهم هو اللي صرف المبلغ. ايوه بس ده ما فيش ورثه غيري. طيب اتفضل انت يا استاذ محمد. طيب يا فندم، اي عمر مين تاني؟ شكرا. طب عاوزين نعرف مين اللي صرف المبلغ. مظبوط تمام، لازم نعرف. عفاف هانم، حضرتك معاكي اعلام وراثه؟ لا انا لسه ما طلعتوش. احنا اسفين جدا يا هانم، مش هنقدر نطلعك على اي مستندات، وده طبعا دي سريه العمل. يا فندم دي اخته وورثته الوحيده. انا مصدقك، بس الكلام ده لازم يكون مكتوب في اعلام وراثه شرعي صادر من المحكمه، ويستحسن يكون معاه افراج عن التركه من مصلحه الضرائب. ازاي؟ يعني شهادة من مصلحة الضرائب بتقول ان سددت الضرائب الخاصة بتركة المرحوم فلان الفلان. يعني ده كل المطلوب؟ بس، وساعتها هيبقى كل ملف احمد رشدي بالمستندات اللي فيه تحت امر سعادتك. متشكرة قوي يا فندم. تحت امرك. متشكرين يا فندم. الف سلامة يا فندم. مع السلامة.
وبعدين ايه العمل دلوقتي يا عزت؟ الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 11. طب عال يلا بينا. على فين؟ دلوقتي هنبتدي نطلع الأوراق، اتفضلي. هنعمل ايه دلوقتي؟ لازم نروح لمحامي. انت فين كده؟ طيب يا سيدي نعيما، اسمع الورق جه، انا عايزاك تلبس وتجيلي بسرعه، عايزين نلحق البنك قبل ما يقفل. ربع ساعه بالظبط هكون عندك. انا جاهز. مع السلامه. مع الف سلامه. ربع ساعه. البنطلون ولا الجزمه الاول؟ الجزمه الاول ولا البنطلون؟ يا ريت يا مدبولي، لحسن ده مبلغ كبير قوي. يا ست هانم خليها على الله، قول يا رب. يا فوفا يا فوفا. وقعت في الحته دي، خدت بالك لما وقعت هنا؟ انت لسه قاعده. يلا نلحق البنك قبل ما يقفل. مش لما تكمل لبسك الاول. لبس ايه؟ ما انا لا، ايه ده انا مش لابس صحيح. بقول لك ايه، تعال نكمل اللبس في العربيه، يلا بينا بسرعه. يلا اتفضلي يا استاذه. ربنا يكملك بعقلك. افتكر يا هانم دلوقتي سيادتك تأكدت بنفسك. انا مش مصدقه والله يا هانم. احنا مفيش علينا اي مسؤوليه، والمستردات تحت ايدنا. طيب والعمل؟ يبقى مفيش قدامكم غير انكم ترجعوا على القبض المبلغ. احنا كبنك ما نقدرش نعمل حاجه اطلاقا. دي سرقه نصب سطو. سطو ايه؟ ده قلع من السطو. يبقى مفيش غير انكم تبلغوا البوليس. بوليس ايه؟ امال انا بعمل ايه؟ انا عزة هولمز. حضرتك ضابط بوليس؟ لا غاوي. متشكرة أوي يا فندم. العفو، متشكرين أوي يا فندم. ألف سلامة. أنا تحت أمر حضرتك. بيني وبينك شارلوك هولمز أنا ممكن السلام عليكم. شارلوك هولمز وغاوي.
ايه اللي انت عملته ده يا عزة؟ عادي جدا، انا مفيش كتاب بوليسي لما قريته. امتى هفرغ طاقه البوليسيه؟ يا جمالات صحتك بتيجي على اكل المديه اهو. ها عطافت لسه يا باشا؟ لسه مريا والله يا باشا. لسه راجع من الحج. خد على مكتبي. يلا يلا عمي يا ربي. انا اللي حصل يا فول. ابعت لي الرائد فتح عبد الهادي للمباحث العامه لو سمحت. حكايه في منتهى الغرابه، وخصوصا ان المبلغ كبير يا فندم. عندك حق، دلوقتي هنوصل لكل حاجه. ادخل. تمام سعاده الفندم. اقدم لك الانسه عفاف رشدي، اخت المرحوم احمد رشدي بتاع مصانع السيك شبرا القيم. تشرفنا يا فندم. ميرسي. الرائد فتحي عبد الهادي أكفأ ضابط عندنا في المباحث العامة. العفو سعادتك يا فندم. أنا عايزك بنفسك تهتم بموضوع الأنسة عفاف. تمام سعادتك يا فندم. شوف يا سيدي، الدنيا كانت زحمة يا ريس، أعملوا إيه؟ اخلص. حاضر. أنت ولا حاجة، خيالات مهاتة. يا فرحتي بيكو، يا فرحتي بيكو. ازاي هتتعيل عبيط زي ده وتفلت منكم؟ ازاي؟ ها؟ بس هخلص عليه يا ريس. امشي اخرج. حاضر. غور من وشي. غور. وبعدين معاك بقى يا حبيبي. انا عاوزاك تهدى كده امال وتروق دمك. دلوقتي انت لميت بالموضوع؟ تمام سعادتك. عظيم. اي حاجة هنلاقيها فتحي هتصل بيكي، واي حاجة انت عايزاها تقدري تتصلي بفتحي. ايه؟ هتصل انا بيه يا فندم. وانت يا فتحي تهتم بموضوع الانسة عفاف وتقدم لي تقريرك اول باول. تمام سعادتك يا فندم. اتفضلي. مع السلامة. اتفضلي. تفضلي. تفضلي. على العموم انا سعيده جدا ان المدير الامن كلفك. العفو يا فندم، ده انا اللي كنت اسعد. على فكره انا اسعد منكم انتوا الاثنين. هو انت الهزار بقى. عايزه صديق العائله من زمان. ده زمان سابقا، يعني حاليا انا خطيب الانسه. اهلا وسهلا. ما تهزرش في الحاجات اللي زي دي. أنا شايف إن إحنا نبتدي من البنك الأول، ده بعد طبعًا ما أجيب إذن النيابة بالاطلاع على ملف أحمد رشدي. إيه اللي تشوف؟ اتفضلي. إيه يعني مدير الأمن كلفك؟ ما هو كان ممكن يكلفنا كمان، بس أنا ما رضيتش. ست هند، فتحي بيه ومعاه واحد بره وعايزين سعادتك. فتحي بيه مين؟ فتحي بيه ضابط المباحث اللي طب خليه يتفضل. حاضر يا فندم. الملازم انور عبد الله اللي هيساعدني في القضيه بتاعتك ان شاء الله. اهلا وسهلا، اتشرفنا. اتفضل. العفو يا فندم. احنا رحنا البنك واطلعنا على بعض المستندات. في الحقيقه كانت البيانات واضحه، والمبلغ المسحوب 1,700,000. المبلغ بالكامل صرف لابن المرحوم احمد كامل رشدي المدعو هاني احمد كامل رشدي، وده كان في 21/7/94. ده طبعا امر طبيعي لطالما المبلغ اتصرف من البنك بموجب مستندات. سبق وقلت لحضرتك ان اخويا ما كانش متجوز، يبقى ازاي هاني ده جه؟ ممكن قوي. طب ازاي؟ في افتراض ان يكون اخوك اتجوز في غيابك. وازاي ما عرفش لحد دلوقتي؟ ممكن قوي يكون ما حبش يقول لك. ليه؟ لاي سبب. بس ده مش ممكن ابدا. ما تنسيش ان ده مجرد افتراض، يعني لسه ما اتحققناش منه. افتراض غير منطقي. ليه؟ لانه لو اتجوز تبقى فين مراته؟ ممكن يكون طلقها، تكون سافرت بره مصر،
او ممكن يكون ربنا افتكرها. عموما كل دي اسئله محتاجه لتفسير. هنسال الناس اللي كانوا شغالين معاه، احتمال نوصل لحاجه. تحت امرك يا سعاده الباشا. المرحوم احمد رشدي الكل بيقول انه عمره ما اتجوز. ما ناقص غير مدبولي. مدبولي! نعم يا سعاده البيه. قرب يا عم مدبولي ما تخافش. حاضر يا سعاده البيه. انت بقالك قد ايه شغال مع المرحوم يا عم مدبولي؟ حوالي 7 سنين يا سعاده البيه. كنت بتشتغل معاه ايه بالظبط؟ السكرتير الخصوصي. وزي ما تقول يعني رئيس الشغالين. كل الشغالين يا عم مدبولي اجمعوا ان المرحوم كان بيثق فيك وانك انت كنت اقرب واحد ليه. حصل يا فندم، الله يرحمه. على كده بقى يا عم مدبولي، تعرف مرات المرحوم اسمها ايه؟ بس كان عنده كم ابن منها؟ طب وهاني؟ مالوش حد بالاسم ده يا فندم. طبعا يا عم مدبولي، متشكرين لك يا رب. اتفضل انت. شكرا شكرا سعاده البيه. يلا يا نور عشان نلحق البنك. طبعا يا زلمه. وبعدين بقى في اللي بتعمله ده؟ كل اللي انا بعمله ده عشان اوصل للص اللي سرق الفلوس بتاعتك. الخطط بتاعتي موجوده هنا، وهوريكي خطط سي فتحي والخطط بتاعتي. هو هيعمل ايه وانا هعمل ايه. ادي سعادتك البيانات من واقع الدفاتر. رقم الشيك اللي اتصرف بيه هاني هو رقم 943115، وده كان في تاريخ 21/7/94. يعني ده رقم الايصال. ايوه يا فندم. طب تسمح لي اشوف الايصال ده؟ عينيا حضرتك. الايصالات اللي انا طلعتها في 21/7/94. حاضر يا فندم. اتفضل سعادتك. اكتب يا انور. ايوه. إيصال صرف رقم من الشمال 94/31/15 في 21/7/1994. طبعا التوقيع هاني أحمد كامل رشدي. بطاقة رقم من الشمال برضو 97/37/97 الزمالك بتاريخ 3/3/94. كذبت؟ ايوه.
ومين اللي اداله اذن الصرف؟ اداره الشؤون القانونيه هي اللي ادته الامر. طيب وفين الشؤون القانونيه دي يا استاذ؟ دي سعادتك في الدور الثاني يا فندم. طيب احنا عاجزين عن الشغل. بينا امر. بينا امر. مع السلامه يا فندم. ايوه يا فندم مظبوط مظبوط يا فندم. ادي الافراج الضريبي وادي اعلام الوراثه. خد يا امر. عايزك تبعتها للمعمل الجنائي تشوفها مزوره ولا لا. حاضر. احنا متشكرين جدا. العفو يا فندم اي خدمه. الف شكر. ايه يا فندم؟ سيادتك شايف ايه؟ انا شايف دلوقتي يا انور ان انا هوصلك المعمل الجنائي تسلمهم اعلامه الوراثه وافراج الضرائب، وانا هطلع على مصلحه الاحوال المدنيه اتاكد من البطاقه اللي سرب بيها هاني المبلغ. طب تحب سيادتك افوت عليك بالليل؟ لا خليها الصبح عشان عايز اعدي على الجدع اللي اسمه عز ده ادردش معاه شويه في القضيه. باين عليه يا فندم دمه خفيف شويه. ومش عارف زعلان مني ليه. وراهم اوعى يرونك. طيب طيب. معقول القمر قاعد لوحده؟ وبعدين في شعوتك الزيادة دي يعني مش خايف لفيفة تشوفنا؟ يا سلام ما تشوفنا وانا بخاف اياك. بالراحة وطي صوتك هتفضحنا. انا بخاف. وبعدين بصراحة بقى انت جمالك كل مادة بيزيد اكتر واكتر وانا ما بقتش قادر. قلت لي عايز تزود حريمك واحدة جديدة. ايه اللي جابكم؟ تعالوا عملتوا ايه؟ الموضوع كبر قوي يا ريس. يعني ايه؟ الولا الظابط. الله الله الله، يعني الظابط ده بدا يرمي تعابينه. والواد العبيط ده عملته معاه ايه؟ الليلة يا ريس. ايوه صح، انا مؤدب له حكاية هتعجبك. طب يلا يلا كل واحد منكم وريني شغله. يلا ماشي يا ريس. ما هي كانت ناقصاك يا حضرة الظابط. وانا على الواد الجناط اللي ما يهدى ولا يون، وانا على الواد الجناط. انا دي بحطها هنا. النظارة دي أي حد غريب يطلع أعرفه على طول. وأنا على الواد الجن اللي ما يهدى ولا يون، طالع زن نازل لازن، وأنا سلفول. وأنا الواد الجن طالع زن نازل لازن، وأنا من يومي غاوي أفن. يا الله يا أما ضيوف عندي في البيت من غير ما اعرف شاي او حاجه ساعه. شيشه انت ماسك البوفيه في الشقه ولا؟ طب استعبط. عرفت انتوا جايين هنا تخلطوا بصل. دمك خفيف يا استنى اما نذبحه عشان نعرف خفيف ولا تقيل. حلو حلو. حبيبي حبسو. انت هتعمل لي فيها محمد فؤاد؟ اي حركه هتبعك. لا لا بلاش الحته دي والنبي. يعني الحته دي؟ اديني نكتفه ونوديه معلم. ليه قلبك ابيض وكتفني ليه؟ ما هو انت ايه ده؟ عصفوره جوه الشقه. عصفوره ايه؟ في ايه؟ اقطع دراعي الواد ده حالا. السنه الاسد. اسد احنا في السلك. اعملها تاني. يا ابني ليه يا صحار؟ احنا في فيلم كرتون ما تسمع طالع. ابو نزل لاقي ده.
ابليس النجدة الحقونا السعفة يقع السعفة يقع. اسكت يا رشاد، انت وشلتنا في الحفلات بتاع احدى من الاتاري بتعمل ايه؟ السكت بتاعتك النجدة النجدة اسكت 122 النجدة اسكت 122 النجدة عارفها عارفها النجدة. مكانك يا مجرم، اوعى تتحرك، هضرب في المليان في اي لحظه لو اتحركت. النجدة قوم قوم يا عم، انا كنت فوق اللي نزلني تحت. قوم. ايه ده انت عملت فيه ايه؟ ضربته بايدي. ايدك ايدك دي مطرقه، انت ظابط ظابط بوليس هتودينا في داهيه. المط المطوه عشان البقسماط. قوم يلا وراي. الحمد لله يا رب الحمد لله. توحى توحى قوم يا صاحبي قوم يا صاحبي. الحمد لله ما اتعورتش. ايه الحيطه اللي وقعت عليا؟ الحمد لله. فين المسدس؟ جريوا جريوا زي الفراخ يا صاحبي. مين دول؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على سلامتك. اشرب اشرب يا راجل روق دمك، ده لولاك كان زماني دلوقتي في خبر كان. احنا في الخدمة يا عم عزت، احنا بنقبض مرتبنا عشان نحميك يا راجل. لا يا راجل فلوس كتير. ها من هنا ورايح اقف جنبك بكل جوارحي. يعني خلاص افهم من كده بقى ان احنا صافي يا لبن. حليب يا مانجا. ايه ده كله. ها روف بيه بالاذن انا بقى عشان الكريستلايز بقى في كانتربور. برافو 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 يا حبيبه قلبي. ايه رايك عجبتك يا رؤوف؟ يوه قصدي يا رؤوف بيه. عجبتيني؟ ده انت جننتي اللي في الصاله. يا نجمه النجوم انت، والله انا خايف لا تجننيني انا كمان. بعد الشر عليك، كفايه فيه فيه. اعمل لك ايه؟ ما هو انت اللي مش عايزه تسمعي كلامي. اصل انا بقى خايفه على نفسي من شقاوتك قوي. انا برضو اللي شاي، ولا انت اللي عينيكي مليانه شقاوه؟ وبعدين جربيني، ان ما خليتك تمسحي فيفي دي من على خريطه الديسكو ما بقاش انا رؤوف. قلبي بيقول لي اصدقك، لكن عقلي حيرتني يا رؤوف. يوه قصدي يا رؤوف بيه. خليها رؤوف رؤوف وبس، رؤوف وبس. وماله رؤوف وبس. بقولك ايه؟
احنا مش هنعرف نتكلم هنا براحتنا. انا عازمك الليله على العشاء يا ننون، ايه رايك؟ الليله وماله؟ وماله يا رؤوف؟ يوه، قصدي يا رؤوف بيه. احنا قلنا ايه؟ رؤوف وبس. وماله؟ رؤوف وبس. الليلة يا رؤوف. ها، عجبك قوي البنت المسلوعة دي يا رؤوف؟ ايه؟ عجباني؟ عجباني ده هي كتكوتة انتي، ده بيزنس، بيزنس وبس. بيزنس وبس؟ إذا كان بقى على البيزنس يا حبيبي، فأنا بقى اللي مشغلة المحل ده من الأول للآخر. أيوه، ما عشان كده أنا بحبك، بحبك أوي 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 أوي. استنى استنى، بتحبني أوي أوي أوي؟ أنت بتتجوزني أوي 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 أوي. إيه؟ يا مجنونة يا مجنونة. طبعا هنتجوز، هنتجوز خالص خالص خالص. ادخل. مساء الفل والنعناشة يا عمي نقمر، تعليماتك أوامر. ده وقته. يا مساء الفل والهنا يا برنسيسة. جبر فرماوي. أيوة يا باشا، تعالوا أنا عايزك. أوامر. انتوا هتعملوا ايه بالظبط؟ أمرنا يا عمنا، ما انت عارف ان تعليماتك أوامر. ده احنا رجالتك برضه يا رؤوف. طب يلا وروني الهمة أمار. حاضر. من دول قبل دول. أمرك يا باشا. ها خلاص؟ لا لسه. قاعدين معاك، اصبر شوية لما أروح البيت. براحتك براحتك يا فوفا. اقعد يا عم، انت هتحسسني ان انا ناصر داخل على مدرس ولا ايه؟ عملت ايه؟ نتيجه الفحص هتوصل بكره ان شاء الله يا فندم. طيب جميل، عادي. وسيادتك عملت ايه في موضوع بطاقه تاني؟ انت مالك انت؟ لا بطمن يا فندم، بس مفيش حاجه. اتفضل يا حشري، ادي تقرير مصلحه الاحوال المدنيه عن البطاقه اللي سرب بيها هاني المبلغ. اقراه بقى وسمعني. بإجراء الفحص نفيدكم بأن البطاقة المذكورة مسجلة طرفنا في الاستمارات الخاصة بالسيد فاروق النمروسي 3 شارع أبو العزم الزمالك. ازاي؟ يعني البطاقة اللي صرف بيها هاني المبلغ مش بتاعته؟ تخيل، هو ده اللي حصل. طب والعمل؟ مفيش قدامنا بقى غير إننا نروح لفاروق النمروسي. هي دي شقة فاروق النمروسي. مظبوط يا فندم. اهلا وسهلا، اي خدمة يا بيه؟ فاروق بيه النمروسي موجود؟ موجود. نقول له مين يا فندم؟ قول له بليز. طب دقيقة واحدة اديله خبر بس. ماشي. في اتنين عاوزين سيادتك بره، بيقولوا انهم بوليس. خليهم يتفضلوا. وانت عامل ايه بقى؟ اتفضلوا يا باشمهندس. شكرا. اتفضلوا. شكرا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بك. اهلا وسهلا. تفضل. تفضل سعد. احنا اولا اسفين للازعاج، اعرفك بنفسي رائد فتحي عبد الهادي المباحث العامه، الملازم انور عبد الله. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك. اي خدمه؟ احنا كنا عايزين سعادتك في موضوع كده يعني. خير؟ هو الموضوع بس فتحي ده طلع ولد كده على كيفك. لولاك كان زمانك دلوقتي بتشرب قهوه ساده بس على روحي. بعد الشر عليك يا عزت، ما تقولش كده. وانت فاتي بقى اخد بايده واسقعده في القضيه بتاعتك. ياه، بقى كل ده؟ امال ايه؟ عزت بوند. مظبوط. البيانات دي بتاعت البطاقه بتاعتي، بس اتسرقت مني من كام شهر. طيب الكلام ده يا استاذ فاروق يخلينا نطالبك باثبات سرقه البطاقه بتاعتك. افتكر ان انا عملت محضر بسرقتها. فين؟ ايوه، في اسم قصر النيل. طيب امتى الكلام ده؟ للاسف مش فاكر. طيب سيادتك نقدر ناخد رقم المحضر لو معاك؟ طيب انا مدونها عندي، احاول اشوفها. عن اذنكم. اتفضل.
أنا ملاحظ يا فندم إنه قلقان وخايف أكتر من اللزوم. إيه يا عم قوة الملاحظة دي؟ مش بعيد، هو فعلا مش طبيعي. يعني؟ يعني كل حاجة هتبان بعدين يا عمر، ما تستعجلش. الحمد لله إن أنا لقيتها. اتفضل، آدي صورة من المحضر فيها كل البيانات. اكتب عندك يا أنور. محضر رقم 115 إداري بتاريخ 14/3/94. اسم قصر النيل. وخلي معاك برضه. تسمح لي بالتليفون؟ اه طبعا، اتفضل. الو مديريه الامن، اديني اسم قصر النيل لو سمحت. الو اسم قصر النيل، اديني الظابط اللي واتش يا ابني. ايوه ايوه انا الرائد فتحي عبد الهادي، مباحث العامه. الو عايزين طلب مستعجل من سعادتك بس. ايوه محضر رقم 115 اداري بتاريخ 14/3 ايوه السنه دي 94، بس مستعجل لو سمحت، ما تتاخرش عليا. ايوه اديني كل حاجه تتعلق بالمحضر ده. رقم التليفون اللي تطلبني فيه؟ طيب ثواني، 3-4-2-8-1-8-8. أنا منتظر سعادتك. شاكرين لأفضل سعادتك. مع السلامة. اتفضل يا أبو هوات. اتفضل. ألو؟ لا لا لا، النمرة غلط. يا سيدي قلت لك النمرة غلط. الو ايوه موجود يا فندم، تليفون عشان حضرتك كده. طيب شكرا، حضر لي بقى تقرير بالكلام ده وانا هبعت لك امر. طيب ماشي، مع السلامه. احنا فعلا اتحققنا يا استاذ فاروق من سرقه البطاقه، واسفين للازعاج. العفو يا فندم. يعني اي خدمه. احنا ممكن نحتاج لحضرتك تاني. أنا تحت أمرك في أي وقت يا فندم. طيب يلا يا عمر. يلا فندم. شكراً. سلام. مع ألف سلامة. الله يسلمك. سلام عليكم. مع ألف سلامة يا فندم. مع سلامة الله، مع ألف سلامة. إيه يا فندم؟ سيادتك شايف إيه؟ أنت ما بتشوفش خالص يا أنور، كل حاجة شايف إيه شايف إيه؟ حطه تحت المراقبة يا عمر، يلا. إحنا عملنا كام خطوة لحد دلوقتي؟ أعتقد إنها هتساعدنا. أرجوك يا فتحي. قصدي يا كابتن فتحي. طب ليه يا كابتن بقى؟ ما تخليها فتحي كده من غير تكليف. انا اللي برجوكي. ارجوك خليك جنبي. انا مش عارفه انا خايفه ليه. كده بقى انا هزعل. وانا رحت فين؟ تنسي ان انا ضابط بوليس ولا ايه؟ علشان كده عايزاك تحميني. انا مش عايزك تقلقي. طب اتفضل الشاي قبل ما يبرد. طيب انا هنتظرك بكره في المكتب. اوكي هفوت عليك الصبح ونكون وصلنا لحاجه جديده. طيب هستأذن انا. مع السلامه. الله يسلمك. طبعا Thank you.
خش عليه وقول مفتاح 13 وخلص من الاخر. لا مؤاخذة معلش الطروبيل عطلان. اه ممكن مفتاح 13؟ اشمعنى 13 يعني؟ لو في 12 ما يضرش. تصدق عشان خفة دمك بس هنزل لك. ربنا يسترها معاك. لا عطرة العربيات دي وردة يعني. ساعات بتبقى وردة وساعات بتبقى شادية. شادية؟ ده أنت خفيف أوي يا أخ. الله يخفف مقدارك. بعد كده هضرب في البياقة. يلا 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 دور دور. حاجة بيك؟ في حاجة؟ لا أبدا مفيش أي حاجة. أي خدمة؟ شكرا. شكلين يا أسطى. شكلين. مية في المية اللي حصل ده واللي حصل كمان في شقة عزتي ليه علاقة بموضوع أحمد رشدي. سيادتك شايف كده يا فندم؟ ده بالتأكيد يا أنور. يعني لما يكون اتسرق من البنك 1,700,000 يبقى أكيد وراه عصابة كبيرة ومش كبيرة وبس، بتمتلك المهارة والذكاء اللي يوصلها لكده. طب إيه اللي حصل يا فندم؟ اللي حصل إنهم حسوا باهتمامنا بالقضية فخافوا نوصل لحاجة فبدأوا هم يهاجمونا. طب على كده دي فرصة عظيمة إن إحنا نقدر نكشفهم. علشان كده لازم نشتغل أكتر من كده. تقرير المباحث يا فندم بيقول إن تصرفات فاروق النمروسي واتصالاته عادية، وكمان تقرير المعمل الجنائي بيقول ان المستندات صحيحه وغير مزوره. حاجه تلخبط. ازاي ده؟ يعني يا فندم اعلام الوراثه سليم وكمان افراج الضرايب سليم. حاجه غريبه. الاغرب من كده ان استمارات بطاقه فاروق النمروسي طلعت سليمه. كده تبقى الحكايه اتعقدت خالص يا فندم. اتعقدت يعني ايه؟ خلاص؟ ملهاش حل؟ لا 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 لا. مفيش حاجه ملهاش حل يا انور. وزي ما سعادتك علمتنا ان مفيش مستحيل، بس هي المشكله يا انور نبتدي منين؟ احنا مفيش في ايدينا خيط واحد نقدر نمسكه. مفيش حاجه واضحه غير سرقه هاني لبطاقه فاروق النمروسي. مش يمكن يا فندم فاروق النمروسي ده له يد في العمليه دي؟ ده اللي باين لحد دلوقتي، وده احتمال مش بعيد يا فندم، انه شال اسم فاروق النمروسي من عليها وحط اسمه هو، وراح للبنك وصرف المبلغ طبعا وهو مطمن. بعد اذن سعادتك يا فندم، الشهود اللي شهدوا في اعلام الوراثه قدام المحكمه نقدر عن طريقهم نوصل لها. فكره هايله يا انور. الشهود يا فندم، الشاهد الاول محمد سراج السكري بطاقه رقم 51315 رود الفرج، دي طلعت في 5/7/65. الشاهد الثاني ابراهيم ابو سنه، ده بطاقه رقم 85941 الخانكه، برضه في 7/3/94. بعد اذن ساعتك يا فندم. انور عايزك تطلع دلوقتي على سجل مدني رود الفرج وبعد كده تكمل سكتك على الخانكه. خانكه؟ اللي تشوفه يا فندم. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. صباح النور. ايه وصلتوا لاي حاجه؟ دخل في الموضوع على طول كده. للاسف لسه. لسه؟ طب ازاي؟ باين عليك التعب. فعلا انا مرهق شويه. طب ما تريح نفسك شويه. اريح نفسي ازاي بس؟ جرسون تحبي تاكلي حاجه؟ لا انا هشرب اي حاجه فريش.
عندك عصير فريش؟ طب لو سمحت تحب برتقال؟ برتقال فريش واحد قهوه مظبوط. شكرا. شكرا. اتفضلي. طلعت يا فندم بطاقات الشهود بطاقات مزوره. مزوره؟ ازاي؟ اتضح بالبحث ان الاسماء اللي راحت شهدت في اعلام الوراثه اسماء وهميه ملهاش وجود اساسا في السجل المدني. في حاجه يا فندم؟ لا، بس لازم اعرف مين هاني ده اللي صرف المبلغ. تحت امرك يا باشا. شبيك لبيك رؤوف حافظ بين ايديك. يا باشا يا باشا يا باشا. يا سلام يا بكاش يا وانتك. قولي اتاخرت ليه وكنت مع مين وفين بالظبط؟ ابدا يا حبيبي، انا شويه مشاغل على شويه فكر كده. فكر؟ يبقى اكيد 100% بتفكر فيا انا يا حبيبي. المهم هنتجوز امتى؟ نتجوز؟ طبعا هنتجوز يا حبيبتي. اكيد هنتجوز. امتى بقى يا ابو عين زايغه؟ لما عين البوليس تغفل عننا اللي هتودينا في داهيه بغيرتك دي. طبعا، ما انت ما بتحبنيش قد انا ما بحبك. اكبر غلطه في حياتي. بتقول ايه؟ اني بحبك، بموت فيك. يا مجنونه. الله، امال فين عفاف؟ خرجت. خرجت من امتى؟ من الصبح. على العموم زمانها جاية. بقولك ايه، شوية قهوة من ايديك الحلوة دول بسرعة. حاضر. بقولك ايه، سمعت النكتة دي واحد مرة داخل محل ازياء الشرازيق. هي مش حلوة؟ لا احلى منها اما داخل ملاقيش حد بيزيق. بقولك ايه، اوعى تقول لها ان انا هنا، انا بحب اعمل المفاجآت. ها؟ تصدقي بقى ان انا مش عايز اسيبك؟ ولا انا. عزت بيه عزت بيه. ايه في ايه؟ ست عفاف. اشمعنى؟ هتخش القافيه ولا ايه؟ مالها؟ وصلت. وصلت؟ اوعى تكون قلت لها. لا لا ما قلتلهاش. عشان المفاجاه اللي قلت لك عليها، لو قلت لها مش هقول لك النكته، النكته دي افظع من اللي فاتت. اتكل على الله انت. عفاف، هو انا سمعت الكلمه دي في السينما قبل كده كتير، بس ما يعني مش عارف. انا بحبك. تجوزيني؟ عم ابراهيم، عم ابراهيم، تعالى يا عم ابراهيم. خير يا ست هان؟ ما عرفتش فتحي عايز يجوزني. ايه؟ عزت، انت هنا من امتى يا عزت؟ انا سمعت كل حاجة. عزت ما تزعلش مني، انا بحبك بس انت زي اخويا. انما فتحي بقى. فتحي ابن حلال وطيب، ربنا يهنيكم بعض. طبعا فتحي بيه ابن حلال وطيب، ربنا يسعدكم يا بنتي. كتر خيرك، انت اللي راجل طيب. عن اذنك. اقصد اللي حصل ده بيفكرني بفيلم جعلوني مجرما، بس انا مش هبقى مجرم. انا هبقى زي ابوك زي ما انت قلت بالظبط، واقف جنبك لحد اخر يوم في عمري. انا عزت بون. يعني كل اقوال اللي في البنك جت متطابقه. وكلهم يا فندم اجمعوا على ان هاني ده
ملوش اي اوصاف مميزه ممكن تدلنا عليه. كده بقى يا عم انور يبقى ده شغل محترفين مش هو يعني في تخطيط. أيوة. تمام يا فندم، ملف المجبورين. ايوه يا فندم مظبوط، هو ده اللي صرف المبلغ. تسمع، واضح يا انور ان كلهم اتعرفوا على الصوره دي. عظيم يا فندم، كده يبقى وصلنا لهاني. طيب تسمح لي حضرتك اطلع على الملف بتاع احمد رشدي؟ بكل سرور يا فندم. استاذ محمد لو سمحت، ملف احمد رشدي. حاضر يا فندم. جواب من محمود مختار المحامي وكيل هاني. انت شفته؟ لا، كان تعاملاته كلها مع البنك بالجوابات بس. طيب تسمح لنا بالجواب ده وهنبقى نرجعه لك تاني. اعمل نشرة لجميع المديريات وجميع الاقسام باوصاف هاني مع امر بالقبض على كل من ينطبق عليه هذه الاوصاف، وخد الصورة بتاعته طلع منها نسخ وارفقها بالنشر ونشوفها في جرايد يا فندم. جرايد ايه يا انور؟ كده تبقى بتبوظ الخطه بتاعتنا. اما انا بعد اذن سعادتك يا فندم هروح للمحامي اللي اسمه محمود مختار ده في مكتبه، وان شاء الله هوصل لحاجه. يا فندم انا محمود مختار المحامي. مين؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سيدي، الف نهار مبروك. خدنا الحكم النهارده طبعا طبعا. هتجيلي؟ هستناك، اكيد هستناك. طيب يا سيدي، مع سلامه الله. هيا يا استاذ محمود. في الحقيقه يا حظابط انت فاجئتني، انا ما اعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. بكل بساطه هاني جالي وقال لي انه عايز يفرج عن التركه بتاع والده، وسالني بعض الاسئله، المستندات اللي بتتقدم، البيانات اللي بتنطلب، وعمل لي توكيل وجابهولي، وقال لي إنه ممكن يستعين بيا في موضوع التركة بتاع والده أو أي قضايا مستقبلا. طيب ممكن نطلع على التوكيل ده؟ طبعا طبعا. اتفضل. مظبوط يا أستاذ محمود، التوكيل فيه نفس بيانات البطاقة المزورة ورقمها. طيب يا أستاذ محمود، أنت عرفت الموضوع طبعا، أرجوك إذا جد أي جديد تتصل بيا على طول. تحت أمرك. شكرا. مع سلامتك. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. شكرا. أنا شايف إن محمود مختار المحامي ده مرتبك أكتر من فاروق النمروسي، عشان كده حطيته تحت المراقبة. قصدك يعني انه ممكن يكون ليه يد في الحكايه دي؟ مش بعيد طبعا، لان محمود مختار راجل قانون وفاهم كل حاجه، يعني ممكن يخطط بذكاء ويطلع منها زي الشعره من العجين. ايه فتحي مالك؟ ابدا، دماغي راحت للقضيه فاتنرفزت شويه. ليه؟ في حاجه؟ لا، بس مفيش ولا خيط لحد دلوقتي قادرين نمسكه عشان نقبض على هاني اللي خد المبلغ. طب انتوا مش وصلتوا لشكله؟ ايوه، بس مش عارفين هو فين دلوقتي، هل هو موجود ولا سافر بره البلد. وفاروق النمروزي والمحامي؟ للاسف مفيش دليل واحد ضدهم،
بالرغم ان الشبهه حواليهم واضحه جدا. فتحي يا عيون فتحي. يظهر تقلت شويه في الغداء. بقول لك ايه، انا عندي شويه مشاوير كده وبيحصليني على المحل. استنى، مشاوير فين؟ رجلي على رجلك. رجلي على رجلك ايه بس يا حبيبتي؟ بقول لك هجيب طلبات للمحل. وانا قلت لك مش هتطلع من هنا الا رجلي على رجلك، انت ناوي تجنني ولا ايه؟ يا مجنونه. يا اجمل مجنونه في حياتي. طيب يلا جهزي بسرعة وحصليني. يلا ماشي. جميل، بالطريقة دي بقى يا أنور يبقى فاضل لنا خطوة واحدة إننا نقبض عليه. وبالطريقة دي يا سيدي يبقى تمت الخطوبة. أهلا أهلا يا عزت. إيه يا ابني؟ كنت غطسان فين الفترة دي؟ عزت كده عشان تعاونت معاك وبقت عزت كده حافة. كل ده يا سيدي عمال بدور على سيهاني ده. ويا عم عزت، قصدي عزت بيه، بتدور عليه فين؟ ما سبتش حته ما دورش عليه فيها، مشيت في الشوارع، تنكرت جميع التنكرات، مفيش فايده، وصلت ركبت اتوبيسات، ترميات، حتى مترو الانفاق، دخلت جوه مترو الانفاق، بعت فلايات، مشيت، سرحت فلايات، مشات، الناس حفظوني هناك. في الحقيقه احنا بنتعبك معانا قوي يا عزت بيه. ايوه يا باشا. ايوه فتحي ليه؟ حسب الله معاك يا باشا. ايه؟ طيب طيب. لا انا هروح بنفسي. راقبوا كل حاجه كويس، ها؟ اللي تؤمر بيه يتنفذ فورا يا باشا. يلا مع السلامة. في حاجة يا فندم؟ ده حسب الله المخبر. بخصوص التحقيقات عن هاني؟ ايوه. بيقول يا سيدي انه طلع على علاقه بواحده رقاصه اسمها فيفي، بتشتغل في مالها ليلي في شارع الهرم اسمه النجمه، ودايما بيتردد عليها ومعظم الايام بيقضيها في شقتها. برافو عليك، كده هايل، يبقى خلاص. لا مش خلاص يا عزت، احنا لازم نتصرف وبحرص. مظبوط يا فندم. دلوقتي حسب الله المخبر وبقيه الرجاله بيراقبوا المكان. عال عال. وبعدين استنى بس يا عزت، اعمل حسابك يا انور هتسهر معايا الليله دي. فين يا فندم؟ في مالها الليلي بتاع النجمه طبعا. فاتحه دلوقتي تلاقيه في الكافيتيريا تك 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 شغال. اوعى. انا خايفه ومش مطمنه. لا يا حبيبتي ما تخافيش عليه، ده فتح والاجر على الله. انا شايف يا هاني انتم الصبح عمالين تتكلموا، في حاجه اي خدمه اقوم بيها؟ خلاص يا عم مدبول. خلاص ايه، ما تفهموني الحكايه من الاول. فتحي عرف مين هاني. هاني هاني مين؟ هاني ما طلعش اسمه هاني، طلع اسمه رؤوف حافظ. إيه؟ رؤوف حافظ. هنشوف يا انا يا هو.
انتوا لازم تخلصوا عليه الليله. تقوموا خناقه كبيره في الكباريه علشان ما يتعرفش مين اللي ضربه. لو كان في كمين يا ريس تهربوا طبعا. وبعد ما تخلصوا كل حاجه تدوني رنه. انا بيت الدقي، مفهوم؟ مفهوم يا ريس. وكده يبقى الحشتكانه في البلتكانه والشكشبول في الاكسخانه. انا عايز همه فرماوي مش الكلام ابو البانه، مفهوم؟ امرك يا باشا. اهي دي الحكايه. عرفت بقى ايه اللي حصل؟ اه عرفت، يعني كده قربنا نفرح. لا لسه لما نعرف الليله دي عمل ايه مع فيفي. رؤوف وفيفي لسه مصر على موقفك يا رنا؟ يا حضرة الضابط، أنا أول يوم أرجع فيه الكازينو النهاردة لأن كنت زعلانة مع أصحابه بقالي 6 شهور، ثم إن أنا أفتكر مين ولا مين؟ قلت لك معرفوش. طيب أنا عايزك تفكري في الكلام اللي قلته لك كويس. ها؟ على فكرة فين اللي اسمها فيفي دي؟ تلاقيها في أوضتها ولا روحت بعد ما خلصت نمرتها؟ طب فكري في الكلام اللي قلته لك كويس عشان تبعدي عن كل الشبهات. ها؟ أرجوك يا رؤوف، أرجوك يا حبيبي، اهدى وروق دمك علشان خاطري. مش عارف، مش عارف تأخروا كده ليه؟ زمانهم جايين، تعال، تعال ارتاح. يعني يا فندم حسب الله والرجالة أنقذوا الموقف. قصدك إيه يا لأ؟ لا مش قصدي. لا طبعًا. بس في الهوجة هربوا. معرفتش امسك ولا واحد فيهم، بس هيروحوا مني فين؟ مش هسيبهم. طب وايه اللي تم مع فيفي يا فندم؟ ولا حاجه. انكرت طبعا صلاتها برؤوف حافظ زي ما كنا متوقعين. بس حكايه بقى محمود مختار المحامي ده وفاروق النمرسي مش راضيه تخش دماغي ابدا. فعلا يا فندم. اصل مش معقوله الصدفه تجمع الثلاثه على نفس الترابيزه وفي وقت واحد. لا. دي الحكاية أنور باينة خالص، ده باين لها عصابة كبيرة، رؤوف حافظ والمحامي والنمرسي. اسمع يا أنور، أنا عايزك تجمع لي أكبر قدر من المعلومات عن محمود مختار المحامي وفاروق النمرسي، وعلاقتهم بالرقاصة اللي اسمها إيه؟ اسمها فيفي يا فندم. ألو؟ تمام يا باشا، أنا شفت رؤوف حافظ طالع شقة فيفي دلوقتي حالا يا باشا. أيوه حاضر. حاضر يا باشا. أوامرك يا باشا. خليك أنت عندك رأي بكل حاجة، وأنا هجهز قوة وأجي لك حالا. يلا بسرعة. في إيه يا فندم؟ رؤوف حافظ. ماله؟ لاقوه دلوقتي في شقة فيفي. يلا بينا. هو دلوقتي بقى يا حياتي نقدر نحط فلوسك على فلوسي ونتجوز ونهرب بره مصر. إيه 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 إيه؟ فلوسك؟ أمال المجوهرات هتسيبيها لمين؟ وبعدين يعني ده وقت جواز برضو. نعم يا حبيبي، بقى حضرتك عاوز تاخد الفلوس والمجوهرات لوحدك وتدينا انا بومبا؟ ده كلام برضو يا فوفتي، ده كلام يا حياتي. ده انت عندي اغلى من كنوز ومجوهرات الدنيا كلها. وبعدين احنا هنتجوز طبعا، هنتجوز. امال انت فاكره ايه يا حبيبي؟ يا رؤوف يا عيون يا روح قلبي،
انت بصراحه مش حاسس بيا، انا خايفه لو واحده تانية تلطشك مني. يا سلام على افكارك يا فوفا. حضري انت بس الفلوس وبيع الشقه وهات المجوهرات وانا هبقى الفوفا. فوفا وبس. ها مبسوطة؟ قوي قوي يا عيوني. ها ايه رأيك بقى؟ اشرب انت وروق دمك. ايه ده؟ مين بره؟ افتحي يا فيفي والا هكسر الباب. انور عم حسب الله فتشوا لي البيت واي حركه اضربه في المليان. يلا يلا خش. فين فين البيت؟ خليك واقفين زي ما انت. عمرك يا بندق. واضح انك ما بتدخنيش، مفيش اثار روج على اي عقد سجاره. ممكن يا مدام فيفي تغيري هدومك وتشرفي معانا شوية؟ هيا فتى، وفيفي قالت حاجة؟ أنكرت طبعًا إن ليها علاقة برؤوف حافظ والحاجات اللي لقيتوها في الشقة. هي يا فندم حاجات مهمة فعلا بس ما تعتبرش دليل. وهتعمل ايه معاها؟ هنفرج عنها. خبر بعد كل ده؟ لا بس احنا حطيناها تحت المراقبة لان احتمال كبير قوي ان رؤوف حافظ يتصل بيها. بعدين احنا كل ما هنقعد مع بعض هنتكلم في القضية. ما تخلينا مع بعض شوية بقى. لله 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 يا عمدة، حاجة ساعة لله. ايوه يا فيفي، بقولك ايه، اسمعيني كويس واوعي ترد عليا، ما تقوليش اسمي. الراجل الكبير محضر لنا تذكرتين على اول طياره رايحه لبيروت و 30,000 جنيه. اوعي تروحي شقه الدقي لانها رايحه قبله فيها، وبعد بكره ميعادنا في المطار الساعه 6. اتفقنا؟ مع السلامه. هقول لك ايه يا بلدينا؟ خدناش في طريقك حياة ابوك. لا والله مش فاضي. ها عالدق يا اسطى. هو بعينه ما بقاش عزة هولمز اذا كانش هو. الو؟ ايوه عزة. ايوه ايوه انت متاكد؟ انا ما توش عنه. الله صورته معايا اهي. ها لا متنطورين في كل حته بس ما حدش منهم عرفه. محسوبك العبد الله هو الوحيد اللي عرفه. الله امال ايه؟ عزت بند. بقول لك ايه؟ اوعى يهرب منكم زي المره اللي فاتت. لا يا اخوي ما تخافش، المره دي هنكسر الباب على طول. يلا يلا وراك. يلا يلا على أمر. هاتيلي يا فتحي مين.
سيب كل حاجه زي ما هي. اما حسب الله محدش يقرب من الاوضه دي خالص لحد ما المعمل الجنائي يجي يعاين. ها؟ حاضر. يلا يا انور عشان تتصل بالمعمل الجنائي. تمام يا فندم. لقيتوا حاجه؟ لا لا يا باشا. انور يا فندم اتصل لي بالمعمل الجنائي بسرعه يجي يعاين الجثه وقت الجريمه. يلا بسرعه. اقف انتباه يا عسكري. خليكوا هنا. تعالوا ورايا. انتوا فتشتوا الشقه كلها؟ لسه المطبخ يا باشا. انا تخيلت بحاجه كده. وش عم حسب الله في حد نط من الشباك ودي اثار دم. ده القاتل. انا هنزل من الجنينه وانت روح على الشباك جري. فلت لولا اللي حصل كنت لحقته. طب حتى سيادتك ما لحقتش تاخد نمره العربيه؟ اخدها ازاي بس؟ العربيه كانت بعيد والدنيا ليل. لكن هيروحوا مني فين كلهم؟ مصيرهم هيقعوا في ايدي. طب يا فندم استاذن انا عشان الحق. طب بقول لك ايه؟ ما تنساش تاخد الحديده اللي اتقتل بيها رؤوف حافظ والبطاقه، وبسرعه تجيب لي اذن النيابه بالقبض على فيفي. تمام يا فندم. يلا توكل على الله. اسمعيني انت يا فاطمه على العربيه. الو؟ ايوه يا اسماعيل، مسافه السكه وهوصل ان شاء الله. ايه؟ خد نفسك طب شويه وانت بتتكلم. فيفي اتقبض عليها؟ ليه هي عملت ايه؟ يا خبر، لقوا رؤوف مقتول في شقتها؟ يا خبر، معقوله رؤوف اتقتل؟ كويس ان ايدك يا انور، انا كنت مفكرك نزلت مع الحمل النهارده. لا يا فندم، الملازم احمد هو اللي نزل مع الحمله النهارده. طيب اقعد بقى واسمع اخر التحريات عن محمود مختار وفاروق المروسي. محمود مختار محامي، في 25/7/94 وده اليوم الثاني لاستلام هاني لتركه احمد رشدي من البنك. المعلومات قالت ان محمود مختار اشترى عربيه جديده بمبلغ 25,000 جنيه بموجب عقد من المدعو ابراهيم السباعي تاجر سيارات بباب اللوق، والعقد ده مسجل في الشهر العقاري برقم 6224 لسنة 94. اه بقى هي الحكاية كده. فاروق النمروسي موظف، في نفس اليوم اللي هو 25/7/94 اللي هو اليوم الثاني لسحب هاني لتركة احمد رشدي من البنك، اودع المذكور مبلغ 250,000 جنيه في حساب جاري في البنك. ايه رأيك بقى؟ افتكر ان ده تفسير معقول لكل اللي احنا بندور عليه. وطبعا رؤوف حافظ ليه شركة، ولما حسوا ان احنا هنقبض عليه وهينكشفوا معاه خافوا على نفسهم فقتلوه. مظبوط. لا مش مظبوط. ايوه مش مظبوط. امال تبرر تصرفك في الملهب ايه؟ ولما شفتني قمت على طول. وبعدين ايه اللي لمك على فيفي الرقاصه دي وفاروق النمروسي؟ والله العظيم ما اعرف فاروق النمروسي ده. انتوا ليه مش مصدقيني؟ يا استاذ محمود انت راجل محامي، يعني لازم تقنعني. الصاله كانت زحمه وكان في كرسي فاضي على الترابيزه اللي انا قاعد عليها، جه واستاذني قعد. ومحمود مختار وفيفي ايه علاقتك بيهم؟ ابدا، دي مجرد صدفه. ازاي؟ انا لما وصلت الصاله لقيتها زحمه، فبصيت لقيته قاعد لوحده، قلت اقعد معاه وهنسلي بعض. انت في يوم 25/7/94 اشتريت عربيه جديده بمبلغ 25,000 جنيه، صح؟ مظبوط. طب يا استاذ محمود تقدر تقول لي جبت الفلوس دي منين؟ مراتي كان عندها حتتين صيغه من ايام ما اتجوزنا، قدرت اقنعها انها تبيعهم على قرشين كانوا معايا يعني. والصيغه دي كانت بكام؟ 250,000 جنيه. طب وبعتها لمين يا استاذ محمود؟ الخواجه سركيس. مين الخواجه سركيس ده؟ الخواجه سركيس ده سايخ في الصاغه وطول عمرنا بنتعامل معاه. طب يا استاذ محمود ممكن توريني الفاتوره بتاعت الصيغه دي؟ دي بقالها مده واكيد ضاعت. انت في يوم 22/7/1994 اودعت في حسابك في البنك مبلغ 250,000 جنيه. حاصل. تقدر تقول لي
المبلغ ده جبته منين؟ ايه اللي جبته منين؟ ده تحويشه العمر. واشمعنى يعني حطيت المبلغ ده في البنك ده في اليوم ده بالذات؟ اصل بصراحه المبلغ ده ما كانش معايا. امال كان مع مين؟ كنت مسلفه لابن عمتي بوصل امانه وردهولي قبل ما احطه في البنك بيوم، وطبعا ما خليش مبلغ كبير زي ده في البيت. جميل. وصل الامانه ده فين بقى؟ وصل الامانه اديته لابن عمتي بمجرد ما رد لي المبلغ، واعتبرنا العمليه كانها لم تكن. وابن عمتك ده اسمه ايه وساكن فين؟ اسمه يوسف عبد الله، وهو هاجر لامريكا من 3 ايام بس، لكن معرفش سكنه فين لانه لسه ما بعتليش اي جوابات يقول لي فيها على سكن. وقوف حافظ تعرف عنه ايه؟ معرفوش، معرفش اي حاجه عنه. يا استاذ محمود، يا استاذ محمود، رؤوف حافظ ده يبقى هاني احمد رشدي اللي ساعدتك تبقى وكيل. ايه؟ صغ فعلا. وبعدين؟ مفيش. سأل على الخواجه سركيز الصايغ، لقى مات من كام يوم. طب والفاتوره؟ للاسف ما عرفناش نجيب حتى صوره ليها. طب ويوسف عبد الله؟ برضه رحنا الجوازات وسالنا، وفعلا لقينا اسم يوسف عبد الله ده في سجلات الهجره لامريكا. وده دليل على صحه اقواله؟ طبعا لا. طب وبعدين؟ هي النيابه حبستهم على ذمه قضيه احمد رشدي وقضيه قتل رؤوف حافظ. عموما تقرير قضية قتل رؤوف حافظ جاي لنا دلوقتي، في كل حاجة. احنا رفعنا البصمات من الحديدة اللي اتقتل بيها رؤوف حافظ وبعتناها للمعمل الجنائي، وطلبنا منهم يبعتوا لنا ملف لتنطبق عليه البصمات من اصحاب السواب. صباح الخير يا فتحي بيه. صباح النور يا انور، اهلا وسهلا بيك. ده يا فندم تقرير قتل رؤوف حافظ. عارف، مش قلت لك؟ وهتلاقي فيه يا فندم تقرير تحقيق الشخصية، وكمان صحيفة الحالة الجنائية اللي انطبقت بصماتها على البصمات الموجودة على الحديدة اللي اتقتل بيها رؤوف حافظ. الله، بص كده يا انور، بص كده. ايه ده؟ مش معقول. عوام يا انور، هات لي اذن النيابة حالا. تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت الجلسة. بعد الاطلاع على المستندات والأحراز المقدمة من الشرطة، الكلمة الآن للنيابة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، صدق الله العظيم. سيدي القاضي، حضرات السادة المستشارين، هذا المتهم الواقف أمامكم في قفص الاتهام هو نموذج للجريمة، والنيابة استتقدم به لعدالة المحكمة، ترجو ألا تأخذكم به رحمة أو شفقة، والنيابة تكتفي بما قدمته بين أيديكم من أدلة وبراهين، أدلة وبراهين لا تقبل الجدل أو الشك، أدلة وبراهين تدين هذا المتهم أكثر من مرة وتلصق به أكثر من جريمة. هذا المتهم يجب أن يكون عظة وعبرة لأمثاله المجرمين حتى نطهر هذا المجتمع من شرور الجريمة. والنيابة تقول أن المتهم مذنب في التهمة الأولى، ومذنب أيضاً في التهمة الثانية، ومذنب أيضاً في التهمة الثالثة. ولكل هذه الأسباب
تطلب النيابة من عدالتكم توقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون في مثل هذه الحالة، وهي الإعدام شنقاً لهذا المتهم. وشكراً لعدالة المحكمة. الرائد فتحي عبد الهادي. أفندم، إيه أقوالك يا حضرة الضابط؟ لما كلفت من قبل السيد مدير الأمن بالبحث في قضية أحمد رشدي، وزي ما هو موجود في الملف أمام عدالة المحكمة، اكتشفنا أن كل دلائل بتشير عن وجود تواطؤ بين فاروق النمروسي والمدعو محمود مختار المحامي حوالين علاقة مع رؤوف حافظ ومع فيفي. ولما جاء تقرير المعمل الجنائي في قضية القتل، وجاء تقرير إثبات الشخصية، لاحظنا وجود شبه كبير جدا بين صورة صلاح الاسكندراني زي ما هو موجود في الملف، وبين بصماته أيضا اللي موجودة في الملف، وبين البصمات اللي كانت على الحديدة أداة القتل اللي استخدمت في قتل رؤوف حافظ، وبين عم مدبولي سكرتير أحمد رشدي. اندهشنا، فكان هنا لازم نفترض إن عم مدبولي هو صلاح الاسكندراني الهارب من حكم مؤبد. سألنا الأنسة عفاف أخت المرحوم أحمد رشدي، قلنا لها عم مدبولي أشول؟ أكدت لنا إنه أشول، وهنا تأكدت إن عم مدبولي هو صلاح الاسكندراني. طب أنت بنيت تقديرك إن مدبولي هو صلاح الاسكندراني على أي أساس؟ رغم الصورة ما كانتش موضحة شكله، لأنها قديمة زي ما هو باين. تقرير المعمل الجنائي بيثبت إن قتل رؤوف حافظ جاء نتيجة ضربه في الرأس في الجانب الأيمن بزاوية 45 درجة من أعلى الرأس، وده يا فندم ملوش إلا تفسير واحد. إيه هو؟ إن القاتل أشول وعم مدبولي زي ما عرفنا وسألنا أنسة عفاف أخت المرحوم أحمد رشدي أشول. إزاي؟ أقول لسعادتك إزاي؟ لأنه إذا كانت الضربة باليد اليمنى من الجهة اليمنى للقاتل، فلازم تيجي الضربة في الجنب الشمال وبزاوية 45 درجة إلى أعلى الرأس. أما إذا كانت الضربة باليد اليمنى من الجهة اليسرى للقاتل، فالضربة لازم تكون أفقية وبزاوية 90 درجة عمودية على رأس القتيل، وبكده لا يمكن ضربة رؤوف حافظ يا فندم تيجي إلا من شخص أشول. طبعاً، وبعدين يا حضرة الضابط حصل إيه؟ كان لازم يا فندم نقوم بمناورة لتأكيد الشك من اليقين، فكان ساعتها لازم نرفع بصمات مدبولي عشان نطبقها على بصمات صلاح الاسكندراني. فاتفقت مع الأنسة عفاف أخت المرحوم أحمد رشدي إنها تعمل عيانة وأروح أزورها في البيت، وفعلا رحت لها حسب الاتفاق، وعملت عيانة فعلا الأنسة عفاف، وطلبت عم مدبولي عشان تديله الروشيتا يصرفه. يانا تديله الروشيتا دي يصرف منك زخمة وانا هتصرف. مدبولي يا مدبولي. افندم يا هاني. من فضلك يا مدبولي، ممكن تصرف لي الروشيتا دي من الاجزخانه؟ لحسن انا تعبانه مش قادره اروح. سلامتك يا هاني. حاضر. عم مدبولي اسمح لي بفضلك. حاضر يا فندم. اتفضل سعادتك. شكرا. عايزك يا هاني. وتعمدت ساعتها يا فندم ان انا اولع سيجاره وطلبت من مدبولي طفايه عشان طبعا يسيب بصماته عليها، وبعد ما مشي عشان يصرف روشته العلاج أخذت الطفايه بكل عنايه عشان اعرضها على المعمل الجنائي وانطبقها ببصمات صلاح الاسكندراني. وبعدين يا حضره الضابط حصل ايه؟ وفعلا يا فندم رفعنا البصمات من على الطفايه وطبقناها على بصمات صلاح الاسكندراني. طلع ايه؟ طلع البصمات اللي على الطفايه هي بصمات مدبولي، هي بصمات صلاح الاسكندراني، هي البصمات اللي موجودة على أداة القتل اللي هي الحديدة اللي قتل بيها رؤوف حافظ. وبعدين؟ مفيش يا فندم، رحت وقبضت على مدبولي. Thank you.
قولي وما تتحركش. ايه؟ هو في ايه؟ ارمي السلاح بتاعك يا حظابط ولا هخلص عليه. قدام يا حظابط افتح الخزنه وطلع اللي فيها. ألف جنيه مظبوط؟ هدية من المباحث لصلاح الاسكندراني. حظابط اقفل الشنطة وسيبها وابعد يا باشا. شكرا يا باشا. ممكن الشنطة بقى؟ متشكرين يا حضرة الضابط. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك. ايه؟ لا مؤاخذة يا فندم. مبروك يا فتحي. مبروك لك انت يا فتحي. ان شاء الله بينا بقى.